ببدا انا مع خديجه لانه دائما السيدات اولا. فخديجه انتم منصه بكل اللغات، ايش فكره المنصه؟ ايش هدفكم؟ ماذا تقدمون؟ الفكره الاساسيه اللي اجتمعنا فيها كشباب وبنات الوطن تحت مظله يعني المساهمه في ايصال صوت الوطن بلغات العالم. بدأنا تقريبا ب 11 لغة 13 لغة والآن صارت 15 لغة. يعني لاحظنا انه في 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 وطننا الكثير من الإنجازات، الكثير من الأخبار التي لابد أن تصل إلى العالم، بس ما في قنوات تواصل بيننا وبين الناس وبين العالم الـ يعني الشعوب الأخرى. فقررنا أن نحن ننشئ هذه المنصة، ما لها علاقة أبدا بالسياسة، منصة شعبية من الشعب إلى الشعب. نتكلم فيها عن اللايف ستايل للسعودية، من الشعب يعني من الشعب السعودي للشعوب الأخرى. يس، هذا مقصد. يعني أنا قصدي من الشعب إلى الشعوب. هي. نطلع كيف نحن نعيش، كيف يوم الجمعة نعيشه مثلا في السعودية. هم يعرفون، ترى يعرفون الجمعة يوم يعني خاص جدا للعرب عامة وللسعوديين خاصة، بس ما يعرفون احنا ايش قاعدين نسوي، ايش الطقوس اللي موجودة. فصورنا فيديو خاص ليوم الجمعة مترجم بكل اللغات، يعني هذا على سبيل المثال. في أي محفل من محافل المملكة العربية السعودية تحتاجنا نحن موجودين. يعني مثلا ساهمنا في موسم الرياض، كان من ضمن الفيديوز اللي ترجمناها لفيديو الانطلاقة للمستشار تركي آل الشيخ، ترجمناها بثمانية لغات بناء على طلب الموسم، يعني شاركنا معاهم وانطلقت بثمانية لغات. كنا صراحة جدا سعيدين واستمرينا مع الموسم طوال الأيام.